حرام عليكي حرام عليكي. حرام علي انا؟ حرام علي انا ليه عملتي؟ انا لميت مرتي 10 سنين ستة يا بنتها وسط بلد وتريت متجوز ومخلف ولد وحاسب له كل حاجه يا حمد كل حاجه. انت حرام على مين؟ تعرف الحرام انت والواد طبعا امه قاعده في مصر مستنيه الحج والواد يرجعوا لها عشان تتمتع بالفلوس كلكوا سوا. بدره بدره تتحرك بدره تموت في عينها بدره تدفن بالحياه. لكن لا الواد ملوش ذنب. خلاص يا واد ليه ذنب واللي ملهوش هي اول مره قلت بنتان يا بدر. كتير كتير يا احمد كتير. خايف؟ خايف من شرك اللي هياكلك. شرانة؟ مفيش اشر منك مفيش اشر من اللي يخدع مرته. موت مين يا بدر؟ توحيد توحيد بس ما كنتش قصدها. بابا بنوره بابا بنوره عشان كدب عليا كدب عليا وخدتها بكله حبا فيك حبا فيك والد اخوك وولدك وانت وانت وكل الناس حتى مراري تبرد. مراري ولدك فين؟ ولدك فين يا احمد؟ ولدك فين؟ قول لي ولدك فين؟ ولدك فين؟ ها؟ ولدك فين؟ ولدك فين؟ ولدك فين؟ بقول لك ولدك فين؟ سيجارة يا منى. هات سيجارة. حاضر حاضر. انت ليك 30 سنة ما عملتهاش. اتفضل يا عم الحاج. سيبني لوحدي. حاضر. كتبت عليك الغربة يا أحمد كل دارك هيجي وتسيبنا أفضل مستنياك دار ده غيبتك هتطول. Thank you.
أحمد! أحمد! أحمد هج زي عواير. أخويا فين يا بطل؟ معرفش، مستحملش في رجوخته، بكى زي الحريم ولم يهتم ومشى. قدوما أحمد فين يا بدر؟ قلت لك ما أعرفش، جيت ما لقيتوش، قلت طفش. جيت منين؟ جيت منين؟ البندقية دي ايه اللي طلعها من بينكم؟ ودي مش جزمتك؟ اخويا فين؟